هو 160 يضيء حاجزا بشق عرضه A إيكال 120 ميكرومتر بواسطة حزمة رقيقة أحادية اللون وطول موجتها لومدا ياك فنحصل على النتيجة الممتلة على الشاشة فنحصل على النتيجة الممثلة على شاشة توجد على مسافة d إيكال 1.5 متر من الفتحة d إيكال 1.5 متر من الفتحة في الشكل جوج السؤال الأول ما الظاهرة التي مكنت من الحصول على النتيجة الممثلة على الشاشة؟ ما هو شرط حدوث هذه الظاهرة؟ سؤال ثلاثة أعطي تعريف الفرق الزاوي ثيتا سؤال أربعة أعطي العلاقة بين ثيتا أ ولومدا سؤال خمسة أوجد العلاقة التي تربط بين الثيتا عندما تكون صغيرة وكل من A و D و L عرض البقعة المركزية على الشاشة ثم احسب لومدا طول الموجة لومدا إذا علمت أن L إيكال 1.6 سنتيمتر سؤال ستة نرسل نفس الحزمة عموديا على الوجه الأول لمنشور زاويته A نقطة يصل الضوء الأحادي اللون إلى الوجه الثاني للمنشور بزاوية ورود اي واحد كتساوي 30 درجة معامل انكسار المنشور بالنسبة للضوء المستعمل هو N كيساوي 1.612 N إيكال 1.612 معامل انكسار مادة معامل انكسار المنشور بالنسبة للضوء المستعمل هو N إيكال 1.612 دونك 1.612 صافي 6-1 سؤال 6-1 اكتب قوانين ديكارت للانكسار سؤال
سؤال 6-1 اكتب قوانين ذكات الانكسار. سؤال 6-2 عرف معامل انكسار وسط شفاف. عرف معامل انكسار وسط شفاف. سؤال 6-3 اذكر الخاصية البصرية التي تميز الموشور. اذكر الخاصية البصرية التي تميز الموشور. سؤال 6-4 اذكر الخاصية البصرية التي تميز الموشور. 6-4 اوجد قيمة زاوية انكسار الضوء الأحادي اللون. اوجد قيمة زاوية انكسار الضوء الأحادي اللون على الوجه الثاني للموشور. على الوجه الثاني للموشور. سؤال 6-5 سؤال 6-5 حدد زاوية انحراف الضوء الأحادي اللون المستعمل. حدد زاوية انحراف الضوء الأحادي اللون المستعمل. يلا عندنا 11 دقائق ياك الى ربع ساعة باش نتحاول التمرين. غادي نرسم لكم الشكل في السبورة سينو ما هو الشكل يبان. يا سبمان وضيء حاجزا به شق، دونك حاجز في واحد الشق ا عرضه ا ايغال 120 ميكرومتر صافي بواسطه حزمه رقيقه احاديه اللون طول موجتها لومدا فنحصل على نتيجه ممتله على شاشه توجد على مسافه دي دونك هذه الشاشه تبع على مسافه دي ايغال 1.5 متر ياك دونك لا بروميير دي شوز ملي نكون نقرا التمرين باغ اكزومبل عندي عرض الشق ا ايغال شحال 120 ميكرو دونك غادي نحولها للمتر هي 120 فاش باش نقيس 9 متر مزيان دونك بمسافه دي ايغال 1.5 متر ياك صافي دونك وي وي صح ناقص 6 صح وي دونك هنا شوف معايا هاد هي الحيود ياك البقع كنشوفوهم راسيا ياك سوف يدير هادي هاكا كي دايره افق يعني الشق الا قال لك راه داير الشق شق صغير فهو افقي ولا راسي بيسكو ظاهرة الحيود كنشوفوها راسيا على الشاشة يعني هذا غادي يكون افق هاكا مزيان دونك السؤال الاول ما الظاهره التي مكنت من الحصول على النتيجه ممتعه الشاشه دونك ظاهره الحدود ماذا تبرز ظاهره الحدود تبرز الطبيعه الموجيه للضوء صحيح دونك السؤال الاول دونك ظاهره ماذا ظاهره الحدود دونك بين قوسين ماذا تبرز الظاهره تبرز طبيعه موجيه للضوء الطبيعة الموجية للضوء ياك مزيان السؤال الثاني شرط حدوث هذه الظاهرة وي صحيح دونك شرط حصول الظاهرة عرض الشق سيكون أصغر من لومدا سؤال ثلاثة أعطي تعريف الفرق الزاوية تيتا وي شنو هو الفرق الزاوية واخا دونك هي الزاوية التي تفصل بين ماذا؟ مركز ماذا؟ البقعة المركزية وأول بقعة موديلين دونك هي زاوية هاي زاوية تيتا زاوية الزاوية تفصل بين ماذا؟ هذا شنو كيمثل؟ مركز البقعة المركزية وهذه أول بقعة موديلين دونك غادي نكتبوا الفرق الزاوي الفرق الزاوي تيتا نقطتين الزاوية التي تفصل ياك مركز البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة وي لا سرقت عامل لندا موجات ميكانيكية صحيح بعد أصغر بكثير من لندا ستكون صغيرة عليها دونك أربعة أعطي العلاقة بين تيتا ألوندا شنو هي العلاقة بين تيتا ألوندا؟ وي تيتا تساوي لومدا صحيح دونك سؤال أربعة تيتا إيكال
لون ضمه ذا تمثل ضوء الموجه شنو كيمثل صحيح عرش سؤال خمسه دونك اوجد العلاقه الرابطه بين تيتا عندما تكون صغيره وكل من ا و دي و ال عرض البقعه المركزيه دونك العلاقه بين تيتا و ال و دي و ا ياك فبلوتو غي ال ال و دي ومن بعد هذا غادي نلقاو العلاقه بينهم المهم وي شنو غنديرو واخا تيتا هي لوندا سيرا ديجا كاينه وي دونك هذه زاوية تيتا هذا مثلث كي داير هنا قلنا دونك شنو غادي نكتب طونجون طونجون ديال الزاوية هو الضلع مقابل على المحايد ياك دونك طونجون تيتا شنو غادي نكتب طونجون تيتا ماذا تساوي ان على جوج مقسوم هادشي على دي سام ديال طونجون تيتا ايكال ماذا ان على جوج دي وي باعتبار وي تيتا صغيرة ياك طونجون تيتا كيساوي تقريبا اللي كيساوي ال على 2 صح ياك دونك الا بغينا نلقاو علاقه بين ال و دي و لومدا و ا دونك جيتو لدينا وي تيتا ماذا تساوي سكولي لومدا على ا وي بلس وي و تيتا هي ال على جوج دونك ماذا نستنتج هنايا وي لومدا على ا ايكال ال على 2 حنا شنو بغينا نقلبوا على نحسبوا لومدا دونك باش نحسب لومدا ال هو جدا طرفين جدا الوسطين صحيح دونك ال فاش ال وي لومدا بلوتو جو دي وي ايكال ال فاش صح تساوي ديال لومدا ماذا تساوي صحيح ال في ا على 2 دي تطبيق عددي دونك لومدا ايكال ال هي 1.6 شحال 6 6 ولا 5 ال هي 1.6 وي 10 و 2 ناقص صحيح زيد ا وي 120 في 10 و 2 ناقص 6 2 دونك شحال عطاتكم هادي واخا 60 ميكرو صحيح 64 في 10 و 2 ناقص 8 واخا متر هادي أربعة وستين في عشرة ناقص ثمانية دونك إلا بغينا نحولوها للنانومتر عشرة وستة دونك شحال تعطينا هادي 600 40 نانو نانومتر علاش دونك باش نحطو هنا بين قوسين واحد متر هي عشرة وستة نانومتر جيتو نانومتر مزيان دونك من بعد السؤال الستة ياك نرسل نفس حوز مجيد دونك هذا كيمشي لوغوش هذا لو ديالو لوغوش دونك سميتو ستة نرسل نفس الحجم الحزمجي عموديا عموديا دونك هذه ماذا تعني بمعنى اكتب عموديا لا يعني زاوية الورود شحال هي زاوية الورود في هذا الكادر صفر زاوية الورود هي صفر دونك مين كيكون عندنا ورود منظمي كي كندير نعرف انا زاويه الورود قلنا وي باش نعرف زاويه الورود كنرسم العمودي على السطح دونك العمودي على السطح هو هذا والشعاع الوارد هو هذا شحال الزاويه بيناتهم دونك مين يكون عندنا ورود منظمي يعني زاويه الورود ايكالا زير دونك السؤال 6 نكتب هذا الشيء زاويه ورود منظمي ورود منظمي نتبع معاه منظمي اي ايكال زيرو زاوية الورود ايكال زيرو وتبع معايا ياسر هل الشعاع هذا الوارد ورودا منظميا مكاسر ولا لا؟ مكاسر ها هو هنا مكاسر ولا كمل تراكيا؟ دونك يكمل لا ينكسر الا بغينا نبينوها الا بغينا نبينو بلي انه لا ينكسر انطلاقا من قوانين ديكارت دونك قوانين ديكارت القانون الاول فيقول هنا عندنا معامل الانكسار هو واحد ياك دونك هنايا معامل الانكسار هو ان دونك القانون الاول شنو كيقول لك واحد فاش سينوس اي تساوي ماذا ان
كوسينوس ا مزيان هذاك شحال اي زاويه الورود صفر سينوس صفر شحال صفر سينوس صفر هو صفر واحد في صفر هي زيرو دونك زيرو ايغال ان فوا سينوس ا ياك دونك ان عندها قيمه اللي هي 1.1 شحال عطاولنا صافي ديال سينوس ار ماذا تساوي زيرو دونك شي عدد شي عدد عطانا زيرو صافي ديال سينوس ار ايغال زيرو دونك سينوس ار ايغال زيرو يعني ار ماذا تساوي يعني واش الشعاع انكسر لا دونك الشعاع لا ينكسر دونك اذا كان عندنا ورود منظمي اي ايغال زيرو ار ايغال زيرو دونك لا ينكسر الشعاع صافي على الوجه الاول دونك اي ايغال زيرو ار ايغال زيرو دونك شوف معايا ورود منظمي كيسهل علينا بزاف د الحوايج شوف معايا دونك سميتو القانون العلاقه الثالثه الموشور ا ماذا تساوي كتبنا ا زائد ار بريم واخا ار بريم هنا كيسموها هما اي واحد صافي دونك في التمرين ماشي نسميو ار بريم ونسميو هنا اي واحد دونك ا زائد اي واحد شحال ا قلنا زيرو يعني ا ماذا تساوي اي واحد شحال اي واحد 30 يعني ا شحال كتساوي 30 غادي نكتبها انا ا تساوي ا زائد اي واحد اللي كتساوي لنا اي واحد اللي كتساوي 30 درجه دونك ا هي 30 درجه اذا تفهم السؤال الاول كل شيء استنتاجات مازال غير بدينا نخرج 6 1 سواعد اكتب قوانين ديكارت الانكسار صافي دونك وي شنو غادي نكتب بالنسبه للاول ما طرا والو ياك ما كاسروش دونك غنمشي للوجه الثاني شنو غادي نكتب هنايا واخا غادي نكتب القانون الاول واحد فوا سينوس اي ياك تساوي ان فوا سينوس ان باسكو قلنا قانون لا قوانين ديكارت كاين اللي الانكسار بالنسبه للموشور كاين جوج صافي لا وا على حساب الشكل حنا غادي نسميو اي و اف صافي ولكن هنا شنو غادي نكتب ال فوا سينوس ماذا اي اش من اي اي ا صحيح تساوي واحد فوا سينوس اي بريم دونك هاد الزاويه غادي نسميها اي دونك هاد السؤال الاول ياك السؤال الثاني 6 جوج عرف معامل انكسار الوسط دونك اللي نعرف ان اي ايكال سي على دونك معرف مع الانكسار العلاقه ان ايكال سي على دي وي دونك ماذا يتميز المنشور خاصيه البصريه انه وسط موجود دونك المنشور وسط وسط مبدل للضوء الابيض مبدل للضوء الابيض يلا من بعد 6 4 يلا 6 4 يلا بمعنى بمعنى قيمة ماذا؟ اي بريم دونك فين عندنا اي بريم في العلاقات؟ هادي هاد العلاقة ساوية ياك لا مزيان دونك باش نعرف باش نحسب اي بريم خصني نحسب السينوس ديال اي بريم واخا باش نحسب السينوس اي بريم كنعرف لي سينوس اي بريم هي ان و عندي ان ولا لا سينوس اي واحد يعني واش عندي اي واحد عندي دونك غادي نحسب اي بريم صحيح دونك شنو غادي نكتب سينوس اي بريم تساوي ان و سينوس اي واحد ياك شحال ان 1.612 و سينوس 3 شحال تعطيني هاد 0.806 واخا مزيان واخا دونك باش نعرف دونك واخا صح دونك انا اللي يهمني هو اي بري دونك باش نعرف اي بري كالكولاتريس عندنا شيفت دونك فوق سينوس شنو كاين سينوس موان زاد ياك دونك غادي نمشي لشيفت وندير اي بري دونك غادي نكتب سينوس موان زاد دونك غادي نكليكي في شيفت ياك ونكليكي في سينوس شنو غادي تكتب في الكالكولاتريس تما سينوس موان زاد سينوس موان زاد ديال 0.806 هاكاك دونك 53.7 يعني اي بريم شحال كتساوي؟ تأكدوا من واحد الحاجة أن سميتو الكالكولاتريس تكون بالدوغري في الراديو صافي
الدوغري دونك هاد الزاويه اللي كنقيسو في الدوغري هنا دونك واش نبقى لنا زاويه دونك باش نجيب الزاويه الانحراف ديال هاد اللون هذا دونك شنو هي زاويه الانحراف بي دونك ماذا تساوي بي صحيح دونك زاويه الانحراف دونك 6 5 زاويه الانحراف زاويه الانحراف دونك دي ايغال اي بلس اي بريم ناقص ا ياك دونك اي شحال اي 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 صفر اي بريم شحال 53 فاصلة 7 ناقص ا شحال ا اللي هي 3 دونك شحال تعطينا هادي 23.7 صح دونك خذوا لنا هادشي 23.7 برافو صحيح مزيان يلا باش ناخذوا هادشي هناك دونك تستات نسحب التمرين باش نكون عندنا ورود منظمي راه غادي يسالي شحال وعاد اي ايكالا ار ايكالا زيرو صافي و ا هي ديك ار بريم